بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان، وحتى تحية خالصة من القلب ديالي للشعب المغربي والإخوان ديال حركة 20 فبراير والأخوين أخ عليوين وأخ عروبي أمريكان، وما خليتونا كل شيء قلتوه اللي كان في قلبنا، وإحنا وراكم بإذن الله عز وجل على الظلم والقمع ديال الدولة. كل شيء تتساءل أشنو غيبقى في 20 مارس، وكل شيء تتساءل كاين واحد أغلبية ديال الشعب ما عرفاش علاش الناس ما تخرج نهار 20 مارس. وبغيت أنا نجاوبهم ونوصل ليهم، وتنطلب من كافة المستمعين باش وصلوا هاد الناس علاش هاد الناس بيخرجوا أغلب المدن المغربية في 20 مارس، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس، حيت واخا الضروات ديالنا كافية باش نخدموا، ولكن البطالة كتيرة في هاد البلاد. كل شيء بيطالي، اللي عنده الدبلوم واللي ما عندوش، علاش بنخرجوا في 20 مارس؟ حيت اللي خدامين كيعصرهم بجوج دريال، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت ولا السبيطار بالفلوس، حيت ولا السبيطار بالفلوس وخا الفقر كتير، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت الناس تهرب الضرائب، خاصة التجار واللي بغى يبني لابد ما يخلص، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت الأراضي ديال البلاد كيعطيوها المغضبة والناس الكبار والألفاسي، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت لا داخلية مزيانين، لا داخلية عباد الله مزيانين، ولا ماكلة مزيانة للتلاميذ، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت الرشوة المحسوبية شادة من المقدم والشاوش حتى الفوق، حلال فوق عند الألفاسي، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت الماء والضوء غالي علينا وشعلوا العافية في السكنة، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حين ديما كاينة زيادة في الأسعار والفرصة ديما هي، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حين الشفرة ديال الفلوس الشعب ولات كتير، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت المتقاعدين والعيالات اللي ماتوا لهم الرجال كيتخلصوا والو، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت الدقيق والآلات اللي كتجي تجي جميع المدن غالية وماشي مزيانة، علاش بينا نخرجوا 20 مارس؟ حيت رجال السلطة دايرين ما بغاو في هاد البلاد من القمع والترهيب في عباد الله، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ حيت قهرونا بالمتابعات والمحاكمات في سوريا، وبزاف ديال المناضلين مشدودين في الحباسات لحقاش كيدافعوا باش يكون المغرب زوين، علاش بينا نخرجوا 20 مارس؟ حيت كاينة الحقرة عباد الله، وفيقوا عباد الله كاينة الحقرة والظلم، أما قدروش نقولوا اللي بغينا، علاش بينا نخرجوا 20 مارس؟ حيت القضاء والإدارات كلهم ديال اللي عندو الفلوس هباك صاحبي، ولا بتخدم جبد جيبك، علاش بينا نخرجوا في 20 مارس؟ بغينا اللي يحكم يتحاسب وما يفلتش من العقاب، علاش بينا نخرجوا 20 مارس؟ بغينا دستور ديمقراطي ديال الشعب، ديمقراطي ديال الشعب، علاش بغينا نخرجوا 20 مارس؟ حيت كنبغيو هاد البلاد، بغينا الأجيال اللي جاية تعيش بخير، ولا سكت أنا ولا أنت وأنت سكتنا على الظلم وما بيناش الحق، عمرها ما تتجدد البلاد. الإخوان من هذا المنبر أتدعوكم بأنكم الشعب باش يخرج نهار 20 مارس، باش يبين جميع الكراهات والظلم والحقرة ديالو، وبين المزدوجتين أكين شي ناس ما تعجبهمش الهضرة لأنهم من الفاسي هي اللي ما تعجبهمش، وعندنا إن شاء الله كاين فيديوهات أخرين اللي غيكونوا فيهم مفاجآت كبيرة بزاف، ونتمنى أن هذا الميساج
وتشوف الناس الفقراء، الناس الفقراء يمكن اللي ما عنده لا انترنت لا تلفازه لا ضوء لا ما، يشرحوا الناس ليش هاد الناس خارجين 20 مارس، علاش بين الناس علاش الناس خارجين 20 مارس، ماشي يجيو نهار 20 مارس ويسيبوا مظاهرات هو ما عارفش وهو مهني، وكل المسلمين انتم مهنيين بهذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.